فيروزة جاسوسة، يعني هي خاينة وتسللت بيناتنا مثل الحية. لا لا يا مولاي، مولاي السلطان، قلت لك إنه مالك قدرة على مواجهتي. صرتي يا فيروزة بمكانك المناسب، راكعة عند رجلي. أنا ركعت على رجل مولاي مو لإلك، لأني بحبه كتير، وبكرة رح أثبت براءتي قدام مولاي السلطان. شو هالوقاحة وهالجرأة هي؟ كيف عم تقولي إنك بريئة وإنتي وحدة خاينة؟ لا تفكري إنه السلطان رح يرحمك، لأن مصيرك مو متعلق فيكي بس، هو هلأ صار مرتبط بمصير أعدائنا العجم كمان. حضرة الباشا، إبراهيم شو صاير؟ سامحني يا حضرة الباشا. شو فيه؟ السلطان أمر حضرتك تروح لعنده فورا. خير، قال لك شو السبب؟ ما عندي معلومات يا باشا. فيروزة، شو المعلومات اللي بتعرفها عنا؟ بعرف معلومات كتير، عندي معلومات عن كل شخص بفوت على هذا المكان. وشو هي معلوماتك؟ مولاي شو الموضوع؟ مين هي يا إبراهيم؟ كيف فاتت على قصري؟ الرئيس خضر باشا أنقذها من الغرق وحطها بباخرته وجابها مع الجواري على القصر. ولداني بمدينة تري وتابع لعائلة سريانية. هدول أنا بعرفهم، بس شو هو اللي ما بعرفه؟ شو اللي بيعرفني إنه الحكي اللي قالته عن نسبة مزبوط؟ كيف ما عرفت إنها أميرة؟ مو معقول. بدي جواب على السؤال بأسرع وقت يا إبراهيم. أنت شلون بتسمح لوحدة من السلالة الصفوية تدخل لهون وبتخليها توصل على الجناح الخاص تبعي؟ مستحيل تكون هاي المعلومات صحيحة، مستحيل. فيروزة ما أنكرت أبداً يا إبراهيم، واضح إنه هاي هي الحقيقة. روح فوراً حقق بالموضوع، عرف لي من هاي المرأة شو اللي سويته من لما اجت لهلا وشو الاضرار اللي تسببت فيها. يلا باشا، وأخيراً إجيت. كيف قدرت تكذبي كل هالوقت؟ صحيح أنت بتنتمي للسلالة الصفوية وبتقربي لطماز. ردي قولي الحقيقة. أكيد بعتوكي لهون مشان تتجسسي على السلطان.
مين إلك هون عم بيساعدك وينقلك المعلومات؟ رح أحكي يا باشا. قولي. بس اسمح لي يا باشا، رح أقول كل شي للسلطان، ما فيني أحكي لحدا غيره لأنه هو الوحيد اللي بيسمعني وأكيد رح يفهمني. مستحيل تشوفي، أنا ما رح أسمح لك تشوفي السلطان مرة تانية. لكن اقتلوني يا باشا وخلوني روح مع أسراري على القبر. بس بقى خلص اسكتي انت وياها، سكري تمك. اكيد على السلطان وياها. لك حاجتكم تقروا اسكتوا بقى، العمى شو علاكين. سمبو الاغا، صحيح انه فيروزه طلعت جاسوسه؟ اي والله صحيح، قال هي كانت عم تبعت لاعدائنا معلومات عن الحرم لك والقصر كله. يا ويلي شو هالمصيبه هي، والله ما كان حدا متوقع. مو انت اللي كنت عم تتعاون معه طول هالوقت لتكون انت اللي بعت المعلومات؟ مستحيل حاجه. شو هالحكي؟ سلطانه سلطانه، واخ اكيد رح يقطعوا لك راسك. اشهد ان لا اله الا الله. نورتي يا سلطانة، شو سبب هالزيارة المفاجأة؟ شو الموضوع هيام؟ مزبوط اللي سمعته؟ انت معك حق تقلقي كل هالقد يا سلطانة، بما انكن انتو دعمتوها لهالمرك للفترة الماضية معناته وضعكن مانو منيح ابدا. هالحكي شو معناته؟ مو انتو حطيتوها بايديكن لهديك الحية بحضن جلالة السلطان؟ صح يا سلطانة؟ مو عارفين حجم اللي ساويتو؟ انتو عرضتوا كل السلالة لخطر كتير كبير. إذا هالموضوع طلع لعبة منك، صدقيني رح تكوني حفرتي قبرك بإيدك وحتندمي على اللحظة اللي وقفتي فيها بوشي. سلطانة، بركي ما إلي علاقة بالموضوع، وقت مين بده يدفع ثمن هالشي؟ مولاي، أنا حققت مع فيروزة مثل ما حضرتكم أمرتوني، بس ما قبلت تحكي شيء. قال ما رح تحكي إلا لحضرتك. مولاي، أنا حققت مع فيروزة مثل ما حضرتكم أمرتوني، بس ما قبلت تحكي شيء. قال ما رح تحكي إلا لحضرتك. وين هلا؟ كانت بالسجن، بس جبتها لهون وهلا واقفة برا. في عندها شيء بدها تقوله لحضرتك. انت استنى برا يا ابراهيم. انتوا فتشتوها منيح مو هيك؟ فتشناها باشا. مولاي، ما
قالوا لي مو راضي تحكي غير لإلي. تفضلي احكي، عم بسمعك. اسمي يلي بتعرفه هو الحقيقي. أنا فيروزة بيكوم. أنا أميرة تابعة للسلالة والدولة الصفوية. الشاه طهماز بيكون عمي، واسم أبي هو إبراهيم. وبهيك حالي أنا مستحيل كون جاسوسة، لأنه طبعاً ما في ولا سلطان بيعرض وحدة من السلالة لهيك وضع خطير. لكان أنت شو اللي جابك لهون؟ مثل ما قلت لحضرتك، اللي جابني هو القدر يا مولاي، وعلاقة عمي مع أبي إبراهيم بيك مو منيحة أبداً. كان دايماً يحس إنه أبي عم بيهدد العرش تبعه. وبليلة بليلة من الليالي بقرر أبي إنه نهرب. والدتي وإخواتي وأغلب أفراد عائلتنا هربنا من القصر. طهماز كان عم بيلاحقنا. مشينا لوقت طويل، وبعدين ركبنا كلنا بقارب، بس رجال طهماز لحقونا وغرقونا القارب. الكل ماتوا إلا أنا. الريس خطر شافني وأنقذني من الغرق بالبحر. إبراهيم. سلطانة، شو اللي جابك بهالليل؟ مستحيل تكون فيروزة عم تضحك علينا كل هالوقت، مو هيك؟ مستحيل تكون هالقصة مزبوطة. مع الأسف الموضوع صحيح. الشي اللي قالته هيام وعم تحكيه عن فيروزة هو الحقيقة. هالشي مو معقول. المرة صار لسنين بالحرم لك، قضت ليالي مع جلالة السلطان. لو كانت جاسوسة ما كان انفضح أمرها. ما بعرف شو هو هدفها بالضبط. يمكن ما تجرأت تأذي السلطان، أو يمكن مهمتها مو أكتر من نقل المعلومات. أنا السبب يا إبراهيم، أنا اللي فوتت على جناح. ما كنتي بتعرفي. بعدين يمكن تراجعت عن هدفها بعد ما حبته لجلالة السلطان. بس بكل الأحوال بده يطير راسه، وأنا رح طيره بإيدي. ما كان في عندي أي حل تاني مولاي. لو قلت لهم إني من السلالة أكيد كانوا رح يسلموني للشاه طهماز، وبيجوز كانوا استخدموني رهينة. ولهيك قلت لهم إنه أنا مسيحية وخبيت الحقيقة عن الريس. وبعدين اضطريت إنه أسكت لأني عشقتك يا مولاي، وما كان بدي إني أخسرك. أنا بعرف القانون هون، وهو بيقول ممنوع لمرأة مسلمة تدخل على الحرم لك كجارية، لازم بالأول ينكتب الكتاب. ولأني مرأة مسلمة وغير هيك تابعة على سلالة عدوة إلكن، مستحيل كنتوا تصدقوني. كذبتي علي يا فيروزة. كل كلام الحب والعشق وقصائد الشعر كله طلع نفاق بنفاق. وهلا متوقع مني اني صدق الكلام اللي عم تقولي؟ يشهد ربي اللي خلق هالارض، كل اللي حكيته هلا قدامك هو الحقيقة يا سليمان. لو كان قلبي مانو مليان بكل هذا العشق كنت وقفت قدام حضرتك واعترفت. مستحيل طبعا، بس انا
خفت يا مولاي، خفت اخسرك وروح من هون. حضرتك يا مولاي سألتني مين أنا؟ أنا وحدة وقعت بعشق سلطان الأرض، عاجزة ومو قادرة تبعد عنه. بما إنه القدر هو اللي جابني لعندك فأنا رضيانة بقدري، ما سبق واعترضت عليه حتى لما أخذ كل الناس اللي بحبهم، بس بعدين كافأني لأنه بعتني لعندك. القدر عوضني، كافأني على صبري بحبك يا مولاي. لهيك أنا أبداً ما بقدر هلأ إني أتمرد على قدري ونصيبي اللي جابني لأعيش بين إيديك الرحيمة. والله يا مولاي شو ما كان حكم حضرتك أنا أبلغته. إذا بدك خد روحي كمان، روحي فدا حضرتك. يا حراس، مولاي السلطان أمرنا نحطها بالحبس. خسارة يا فيروزة، أنا وثقت فيك، ليش عملتي هيك؟ هو يوم طلع معها سللتي لبيناتنا مثل الحية. سلطان خلصي، يلا خدوها لهالجاسوسة. تفضل. سلطانة تعالي فاطمة. سليمان حفيدي الحلو، كيف صحته؟ صحته منيحة كتير وما شاء الله شهيته كتير ممتازة، بس بالليل عم بيعذبني شوي. مصطفى كمان كان هيك، كان عنيد كتير وللأسف لساته لهلأ عنيد وبعذب. سلطانة شو اللي صاير؟ هو لسه معند، قال ما بده يتركها، حتى عطي التعليمات لجنان مشان كتب كتابه. يكتب كتابه؟ انت بتعرفي قديش هو ضميره صاحي، واكيد قلبه مو مطاوعه انه يخليها تروح من القصر. بس زواجه منه ما رح يكون خير. انت رح تسمحي له انه يساوي هالشي؟ هي رغبة سموه الامير وانا ما بقدر ساوي شي. صاير ما عم يسمع كلامي بنوب، نحن ما عاد فينا نعمل أي شيء.
عفوا سمو الأمير، بس حضرتك بتعرف رأي مولاي جلالة السلطان بخصوص هذا الموضوع، لهيك بتمنى إنه حضرتك تحاول تعيد النظر بقرارك. أنا بعدين ببعت له مكتوب لمولاي السلطان وبشرح له كل شيء. سامحني بس هالشي ما إله شرح بنوب يا جناب الأمير. أنا لو كنت بعرف إنه الأمور رح توصل لهون كنت تدخلت من البداية. لا تتزوجها، لا تستنوا مني ساوي هالشي، هذا مستحيل. نحن فينا نجهز للبنت بيت خاص تعيش فيه ومنأمل لها كل احتياجاتها، وحضرتك فيك تزورها بأي وقت بتلاقيه مناسب. هالموضوع أنت لا تأكل همه، أنا رح ساوي اللي بشوفه مناسب. خبرني شو صار بعباس، ليش لهلأ ما لقيتوه؟ شوفي نقشة هالوردة شو حلوة، طلعيها شفتيها كثير حلوة. شوفيها كيف؟ لا سهلة كثير، مبسوطة وعم تضحك كمان. والله معها حق إنها تكون مبسوطة كثير، أمير هالدولة بده يكتب كتابه عليها. ليش خبيتي هالموضوع عني؟ شو رح تستفادي؟ الأمير أخذ قراره ومشي الحال. شو فيني ساوي هلأ جنان؟ لو كنت أنا بهالوضع كنت مستعدة إنه موتها. مزبوط، بس أنا هلأ في عندي ولد لازم فكر فيه قبل أي شي تاني، ما فيني أعرض حالي وأعرض ابني للخطر. الحق معك، بس البنت اللي بينكتب كتابها اليوم بكرة رح تجيب له ولد كمان، وقتها شو رح تعملي؟ إذا من هلأ سمو الأمير لعبة بين إيديها، مو صعبة تتخلص منك ومن الأمير بعدين. هذا قدام شغل السجاد ولا شيء. سلطانة تعالي يا جنان. شو صار؟ اجت فاطمة لعندك؟ ايه اجت، وكانت كتير متضايقة. لو تشوفي كيف حالتها كانت رح تطق من القهر، وأكيد رح تساوي اللي منقلها عليه. حلو، اوعي تنسي الشي اللي قلته. لو شو ما صار فاطمة رح تتحمل كامل المسؤولية عن الحادثة. مصطفى ما لازم يشك للحظة واحدة إني العاملتها. لا تاكلي هم سلطانة، كل شي رح يصير مثل ما أمرتي. وصلت فيك الجرأة لأنك تحاول تقتلني أنا يا عباس؟ أنا ما بسمح لحدا بهالعالم إنه يهيني، مو بس لو كنت أمير، حتى لو كنت سلطان ما بسمح لك تمس كرامتي. لك أنت مين مفكر حالك يا واطي؟ فكرت حالك رح تهرب من سيفي؟ من ورا عملتك أخي كان رح يموت. أكد إنه ما رح تعيشوا للأبد، رح يجي يوم وتموتوا فيك. Oh!
رجعوا حطوا فيروزة بالحبس. هنن شو عم بيستنوا؟ أنا ماني فهمانة. إبراهيم باشا عم يحقق بموضوع سلطانة، والحكم ما رح ينفذوه بدون ما يجمعوا معلومات. ماشي. السلطانة خديجة هي اللي حاكية مع السلطان مشان مشكلة فريال، وبالنسبة لقصة تعيينك انت مجبور انك تروح لانه ما فينا نعمل شيء. مثل ما بتشوفي يا سلطانة. رستم آغا، ما رح تروح للأبد، بكرة برجعك ورح تكون أقوى من قبل. قدي عندك وقت؟ الباشا أعطاني شهر. حلو. بالأول خلينا نتخلص من فيروزة، بيرجع بيجي دور إبراهيم. مولاي صباح الخير. صباح النور يا إبراهيم. تعال خبرني شو عرفت. أنا التقيت مع كم شخص بيعرفوا طهماز وأفراد عيلته عن قريب يا جلالة السلطان. المرأة عم تحكي صح، واسم السلطانة فيروزة بكوم، وأبوها هو الشيخ إبراهيم وبيكون عمه لطهماز. كان مستلم مسؤوليات كتير مهمة بالدولة، وهو كان قريب كتير من سام ميرزا أخوه لطهماز. قال كان ناوي يسلموا العرش، بعد ما انكشف الموضوع صار في خلاف، والشيخ إبراهيم اضطر إنه يهرب هو وكل أفراد عيلته، بس بالنهاية لحقوهن وغرقولن سفينتهم بالبحر، وظنوا فيروزة ماتت معهن. بهالحالة فيروزة ما لها جاسوسة، صح؟ صح. وأكيد هي ما خبرتنا لأنه خافت إنه نسلمها، لأنه رح يقتلوها. شو بتحب تساوي يا مولاي؟ يلا قومي معي، رح نروح. انتو هلأ بتكون تقتلوني؟ سلطانة، من شوي اجيت لشوف جيهان جير بس ما كنتي موجودة. تمشيت بالحديقة شوي، شو صاير؟ قالوا لي عن فيروزة، ما عم صدق اللي صاوته. طلعت وحدة ما نسهل بنوب وحية. من هون ورايح لا تذكري اسمها أبدا، ماشي مريم؟ خدوها مولاتي السلطانة. خير، شو عم بيصير عفيفة خانم؟ هي شو رجعها الحرم لك؟ ليش طلعتوها؟ مولاي السلطان هيك أمر، طلب منا إنه نطلع فيروزة خانم من الحبس وناخدها على مهجع المفضلات. ادخل. مولاي، اجت السلطانة هيام. دخلها. سليمان. احكي هيام، بس يا ريت بسرعة لأنه عندي شغل كتير. شو اللي عم بيصير هون؟
أنت شلون بترجع فيروزة على مهجع المفضلات يا سليمان؟ أنا شفت أنه هيك مناسب. نحن تأكدنا أنه فيروزة مانا جاسوسة. كيف؟ رح تضل هون بالحرم لك؟ يعني وكأنه ما صار شيء؟ لسه ما أخذت قرار مشان مصيرها. سليمان، فيروزة مسلمة، يعني ما بيصير تضل بالحرم لك أبدا. شو رح تعمل؟ بدك تكتب كتابك عليها مشان تضل قدامك هون؟ بس أخذ قراري رح تعرفي مثل كل الموجودين هون. هالقرار مو بس بخص مصيره سليمان، قرارك هاد رح يغير حياتي كمان. بترجاك يا سليمان لا تخليني أعيش بهالعذاب.